بعض. ليه مش توا هيك كعك الوقت؟ عديني عديني فاصل زهيرة بن عمار في شكل كعبة البقلاوة. زهيرة بن عمار توحشناك وفرحت اللي شفتك في أيام قرطاج المسرحية. عيشك عزيزي حدينا توحشتكم برشا وبيان سور عاد أيام قرطاج المسرحية أهلنا ومالينا في وسط عائلتنا. سوف كو هنا ساعات ما نحضرش بالحق خاطر جي دي زونجاجمون تو سامبلومون. نبعث تلامذتي نبعث الطلبه نتاعي نواكب وقت اللي نجم شو تو نسمح له. حتى المعلمه محلاها حيشك العفو يا عزيزتي يفضلكم. ان شاء الله ديما نقدموا احسن ما عندنا وان شاء الله نكونوا قدوه باهيه وجميله في تونس الغاليه. هم يحاربوا هذيك هم يحاربوا بالقذائف. نعم. واحنا نحاربوا هوني بالفن. نعم الفن هو سلاح اقوى سلاح اقوى من الكرتوش اقوى من النميمه اقوى من الضغينه أقوى من الحسد أقوى من كل شيء هو اسمه فن. دونك الفن هو غذاء للروح يعطيك القوة يعطيك التحدي يعطيك الصمود. احنا صامدين بفننا صامدين في بلادنا نكتبوا على حيوتها على شبابكها على بيبانها على أرضها كل حرف كل حرف كتيبة ولا رسم ولا لون ولا إيقاع ولا موسيقى. دونك تونسي راهو تونسي. مخيب هالدراما التلفزية بلاش بيك. عايشك عايشك إن شاء الله تجي عمل باهية ونخدم. أنا زادة توحشتكم وتوحشت الأعمال الدرامية الجميلة الحلوة تاع زمان حتى متاع توا محليهم. أما شان شان علاش لا جو دي با نو. الفن أقوى من الكرتوش. إيه هذا مما لا شك فيه. فرحت برشا كي شفت مدام زهيرة عندي.